قاتلا إنا معكما مقاتلون نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك وسر بنا يا رسول الله فوالله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك ذلك المكان وهو أقصى مكان في المعمورة كما يقولون في كتب السير قال أشيروا علي أراد أن يسمع كلمة الأنصار فوقف سيدهم سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار ذلك الصحابي الجليل ذلك الصحابي الكريم سعد بن معاذ الذي لما مات اهتز له عرش الرحمن الذي لما مات اهتز له عرش الرحمن الذي كان أحد النقباء في ليلة العقبة والذي قال عنه صلوات الله وسلامه عليه لمناديل سعد مناديل المنديل الذي يمسح به والذي يستعمل في القاذورات قال لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو وهو سعد رضي الله عنه هذا سعد وقف قال كأنك تريدنا يا رسول الله قال نعم قال يا رسول الله إنا قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا وإنا نحميك مما نحمي منه أهلنا وأولادنا ونساءنا ومعاقد أزرنا وإنا صبر في اللقاء صدق في الحرب سر بنا حيث شئت وقاتل بنا من شئت وواصل بنا من شئت وواصل بنا من شئت وخذ من أموالنا ما شئت فوالله إنما تأخذه من أموالنا لهو أحب إلى قلوبنا مما تتركه في جيوبنا فسر صلى الله عليه وسلم وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر سر صلى الله عليه وسلم وكان إذا سر استدار واستنار وجهه كأنه قطعة قمر صلوات الله وسلامه عليه بل أبهى من القمر في ليلة التمام إذا لم يحل دونه الغمام ثم صلى الله عليه وسلم دعا لهم وفرح بكلامهم وقرت عينه وسار بهؤلاء الأخيار بهؤلاء الصادقين بهؤلاء المخلصين رضي الله تعالى عنهم حتى وصل إلى قرب بدر ولما وصل إلى هناك ونزل صلوات الله وسلامه عليه نزل في الوادي لما نزل في الوادي في تلك الليلة المباركة تجلى الله تعالى عليهم بالنعاس تجلى الله عليهم بالنعاس مع أنهم يعلمون أن عددهم قليل وعددهم أقل وعددهم أقل وأنهم ليسوا في القوة ولا في الهيئة ولا في الأبهة التي فيها قريش ومع ذلك فإن الله تجلى عليهم بالنعاس وعادة الإنسان إذا كان أمامه أمر مهم ينزعج منه لا ينام يأخذ به القلق والجزع والتفكير والحيرة ولكن الله رحمة بهؤلاء ألقى عليهم النعاس إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ولذلك يقول بعض ساداتنا من السلف الصالح رضي الله عنهم النعاس في ليلة القتال أمان والنعاس في الصلاة نفاق النعاس في ليلة اللقاء أمان رحمة من الله حتى يستيقظوا في الصباح وقد أخذوا قسطهم من الراحة وقلوبهم منشرحة وصدورهم متسعة وهم في أعز ما يكون من استعداد ومن تهيؤ والنعاس في الصلاة يا عباد الله نفاق ألقى الله عليهم النعاس يقول بعض الصحابة
في ليلة بدر ما كان فينا إلا نائم، يعني كلنا نائم، ألقى الله علينا النوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنت أنام فأستيقظ فأجده تحت شجرة يبكي ويصلي، فأنام فأستيقظ فأراه تحت الشجرة يبكي ويصلي وهو ينادي ربه ويقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. كان دعاء ومناجات النبي صلوات الله وسلامه عليه في يوم بدر لله كانت مناجاته بقوله في ذلك اليوم وفي تلك الليلة: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. وفي صبح ذلك اليوم المبارك قال سيدنا سعد ابن معاذ: يا رسول الله، ألا نبني لك عريشة، نبني لك عريش في رأس الوادي وتبقى في العريش، نضع عندك الركائب والنجائب، نضع عندك الركائب والنجائب ونوجهها إلى المدينة. حتى هذه اللحظة وقلوبهم مملوءة بالشفقة والمحبة والعطف لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال له: نبني لك عريشا ونضع عندك الركائب والنجائب وتكون متجهة إلى المدينة ونحن في الوادي، فإن كتب الله لنا النصر فذلك الذي أحببنا، وإن كان غير ذلك لا قدر الله فتركب هذه النجائب وتلحق بالمدينة، فإن هناك قوما تركنا قوما لسنا بأكثر حبا لك منهم يا رسول الله، لا يعلمون أنك تلقى قتالا، ولو كانوا يعلمون أنك تلقى قتالا ما تأخروا عنك لحظة يا رسول الله. فبارك عليه صلوات الله وسلامه عليه، وبقي النبي صلوات الله وسلامه عليه بقي في ذلك العريش، وعلى باب العريش سعد بن معاذ وهو حارس رسول الله يوم بدر، وأمرهم ألا يبدأوا بالحرب حتى يأذن لهم صلوات الله وسلامه عليه، واصطف الصفان والتقى الفريقان ووقف الجمعان، وقف الجمعان في ذلك اليوم، وبرز من صفوف المشركين أحدهم وهو الأسود ابن عبد الأسد، الأسود ابن عبد الأسد، قال: وكان للمسلمين حوض الماء، قال: لله علي ألا أرجع حتى أشرب من حوضهم أو أقتل دونه، فخرج يطلب حوض المسلمين، ولقيه أسد الله وأسد رسوله سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، فلما لقيه بضربة قاضية قضت عليه، قالوا: وهذا الأسود هو أول من يأخذ كتابه بشماله يوم القيامة، والعياذ بالله، أول من يأخذ كتابه بشماله يوم القيامة والعياذ بالله، كما ذكر ذلك بعض أهل السير. وبالعكس منه أخوه اسمه أبو سلمة، أبو سلمة أول من يأخذ كتابه بيمينه بعد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أخوه أول من يأخذ كتابه بيمينه بعد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لما قتل هذا القتيل ثارت ثائرتهم، فبرز ثلاثة من كبارهم من كبار قريش وهم شيبة وعتبة والوليد ابن عتبة، رجل وأخوه وابنه، فبرزوا إلى الميدان، فبرز لهم ثلاثة من الأنصار: معاذ ابن عفراء ومعوذ ابن عفراء وعبد الله ابن رواحة شاعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكعادة العرب قال هؤلاء الثلاثة: من القوم؟ لأن العربي لا يبارز إلا من يعرف، من القوم؟ فقال فلان: أنا معاذ، وقال فلان: أنا معوذ،
وقال الثالث أنا ابن رواحة. قالوا أنتم أكفاء كرام ولكن نريد بني عمنا، يعني أنتم من الأنصار ونريد بني عمنا من قريش ليبرز لنا بنو عمنا. فما كان إلا أن رجعوا، وسمع بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال قم يا حمزة، قم يا علي بن أبي طالب، قم يا عبيدة بن الحارث، وبرز هؤلاء الثلاثة لأولئك الثلاثة. قالوا من؟ قال حمزة أنا حمزة، وقال عبيدة أنا عبيدة، وقال علي أنا علي. فأما سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه فإنه ضرب صاحبه ضربة قاضية فمات من وقته، وأما سيدنا علي فضرب الوليد ضربة قاضية فمات من وقته، وأما عبيدة بن الحارث الصحابي الجليل فإنه اختلفت بينه وبين صاحبه في المبارزة، اختلفت بينهما ضربتان قاتلتان، كلاهما ضرب الآخر ضربة قاتلة. أما عبيدة فإنه قطعت ساقه ركبته رضي الله تعالى عنه، وأراد صاحبه أن يقضي عليه فهجم عليه علي وحمزة فقتلاه، وأخذوا عبيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي في بدر ولم يمت إلا بعد أن رحل من بدر. ولما وصل النبي إلى وادي الصفراء توفي عبيدة هناك، وهناك دفن عبيدة بن الحارث. عبيدة من شهداء بدر ولكنه دفن بوادي الصفراء لأنه لم يمت إلا في ذلك الوادي، فاضت روحه هناك. وفي ذلك الوقت صلى الله عليه وسلم بين العريش وبين الوادي، بين العريش وبين الوادي، يدخل إلى عريشه يناجي ربه، يا رب يا حي يا قيوم، يا رب السماوات والأرض، هؤلاء عبيدك وهؤلاء جندك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد بعد اليوم في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد بعد اليوم في الأرض، اللهم نصرك، اللهم وعدك، اللهم نصرك، اللهم وعدك، اللهم هؤلاء جندك، اللهم إنهم حفاة فاحملهم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم يناجي ربه وينادي ربه، فاهتزت السماوات لهذه الدعوات ولصوت الحبيب وهو يناجي الحبيب، حتى تجلى عليهم الحق وأمر جبريل بكوكبة من الملائكة أن تنزل مددا لرسول الله ولأصحاب رسول الله، فخرج صلوات الله وسلامه عليه، خرج من العريش وهو يقول لقد نصرنا يا أبا بكر، لقد نصرنا يا أبا بكر، هذا جبريل وهذه ملائكة السماء وهذه الدعوة المستجابة وهذه الرحمة تنزلت وهذه السكينة نزلت، واتصلت الأرض بالسماء، واتصلت الأرض بالسماء والملائكة بالبشر، والتحمت السيوف واجتمع والتقى الفريقان في ذلك الوقت، حتى تجلى الله عليهم بالسكينة ونزلت الملائكة في ذلك اليوم وعليها عمائم بيضاء كان شعارها في ذلك اليوم، العمائم البيضاء في ذلك اليوم المبارك، ونصر الله المسلمين والتقى الصفان والتقى الفريقان، وانجلت المعركة في آخر النهار، كانت المعركة يوم واحد انجلت بنصر المسلمين وبتحقيق الوعد المبين الذي من الله تعالى به على رسوله وعلى أصحاب رسوله رضي الله تعالى عنهم. ولذلك تبركت المدينة وتطيبت بحلول الطيب المطيب صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فإنها كانت يثرب، كانت بلد الحمى وبلد الوباء وبلد البلاء، ولما حل بها الحبيب الطيب المطيب تطيبت فسميت طيبة. وهكذا لا يحل هذا الحبيب العظيم في مكان إلا تحل فيه الخيرات وتحل فيه البركات، وهذا ليس خاصا به، بل أي مؤمن صالح تقي نقي كامل من أهل الله ومن عباد الله يحل في مكان من الأمكنة تحل فيه الخيرات وتحل فيه البركات،
وإلا فما معنى مجالس الخير؟ لما سميت كانت مجالس الخير خيرة؟ لأن مجالس الأخيار يحل فيها الخير، ومجالس الصالحين تحل فيها البركة. فلذلك تشرفت بدر بعريش المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.